البهوات عاوزين يعملوا مدام سونيا. خذوا لها حضرتك اتفضل. مين فيكم ترتر؟ عايزين نقابل المدام. سوري المدام ما عندهاش وقت تقابل اي حد خالص، يا دوبك عندها 7 دقايق تغير فيهم بدله الراس وتاخد نفسها يا حبه عيني. احنا عايزينها دقيقه واحده من السبعه دول. صعب قوي الروب. فسح يا سيدي، فسح قال لمين حضرتك ما تعرفناش. فل يا روحي، كلك نظر. انا مدير اعمال المدام. واسم الكريم ايه؟ شفيق ترتر. عاشت لسامي. الا ممكن يا سترتر تدي الكارت ده للمدام وتقول لها ان انا عايز اقابلها حالا. يلا يا اخويا. من عينيا. لسه شويه. أنا ترتر. أشوف حسنك أسمي عليك مين الحسد، ولا مرة بتيجي يمي يمي ولا مرة بتقصر. خير في إيه؟ في راجل بره باين عليه من يضرب لهم تعظيم سلام، مناخيره لفوق وأنزوح قوي، وقال إيه؟ عايز يقابلك حالا. وكارت أهو. يطلع إيه خالد مدكور ده؟ ولا عمري سمعت عنه. هاته عينيا بعد دقيقتين. على فكره مع راجل ايده زي المرزبه، الظاهر انه بيحرسه هو لوحده. ادي اشاره للانوجي عشان يقسم شويه صبر، والمطرب يليل على ما اشوف ايه الحكايه. يلا عينيا يا اختي شد شويه. حاضر اهو. شوفي من ورا جميل. تعال عندنا. تحت امرك يا استاذ. عندنا حفلة صغيرة ومحتاجين حضرتك. حفلة صغيرة؟ يبقى حضرتك مش محتاج لي، محتاج لرقاصة صغيرة. لا ما اقصدش، قصدي حفلة كده على الضيق. برضه مش أنا. أنا أصلي ما أعرفش الدنيا إلا في الزحمة، أحب الهيصة والناس الكتير. نعيمة حضري البدلة اللي هختم بيها. حاضر يا مدام. أوضح لحضرتك الحكاية. أنا مستنياك تعمل كده. حضرتك ليكي في السياسة؟ اللي ليها في الرقص، ليها في كل حاجة يعني. يا خالد بيه بيزور البلد اليومين دول ضيف مهم. مش ده اللي كان من شويه في التلفزيون؟ تمام. هو شاف الاهرام الصبح وطلب يشوف حضرتك بالليل. شهرتك بقت عالميه يا مدام. طب ولما هو عايز يشوفني ايه المشكله؟ سهل قوي انكم تحجزوا له ترابيزه هنا على البيست. لا مش للدرجه دي يا مدام، ده راجل مهم جدا، وحضرتك عارفه الشخصيات السياسيه دي وجودها في الاماكن العامه وخصوصا الملاهي محظور. وايه الحفله امتى؟ الليله. على طول كده؟ ما هي دي بقى المفاجآت السياسية. 3000 جنيه. خلي بالك يا مدام مش هو اللي هيدفع، الحكومة المصرية هي اللي هتحاسب. وماله؟ لو الحفلة معمولة لمناسبة وطنية أرقص لهم ببلاش، أو لو معمولة لصالح الاتحاد الاشتراكي أعمل لهم تخفيض، إنما الهيئة سياسية الأجرة لازم تندفع وبالكامل. يعني الحكومة المصرية مالهاش خطر عندك؟ الحكومة ما بتعرفش خواطر. والضرائب بتحاسبني على كل هزة وسط، ده أنا كل يوم والتاني جاني جواب أصفر يسد النفس. ها الجمهور عايزك يا ست الكل، الناس دماغها صدع من الغنى. مضطر استاذن. متفقين يا مدام سونيا، وهنتفق على التفاصيل بعد ما تخلصي الاستعراض. استنوا يا جماعه، يا جماعه استنوا. تعال المدام بتقول لكم ما تمشوش، استنوها. الذي في شغل يعني ان شاء الله في اوفر تايم. وشغل اللادي فين يا تيتا؟ فلا يا روحي، كلها 5 دقايق ونعرف يا سقوفة، ما تسربعش. ازاي يا استاذ مفيش فرقة موسيقية؟ أمال أنا هرقص على إيه؟ هتجيبولي الموسيقى العسكرية تعزف لي نشيد الجهاد؟ يا مدام الفرقة بتاعت حضرتك كبيرة أوي، والجناح اللي نازل فيه الراجل يا دوب على القد. وأنا معرفش أرقص على أسطوانة. وبعدين تعالى بقى هنا فهمني. نعم. ده رقص ولا حاجة تانية؟ أنا ابتدى الفريق يلعب في عيب. لا لا عيب كده يا مدام. لحظة انك بتهنيني. انا بصراحة مش مطمنة. يا مدام انت مطلوبة للرقص وبس. ما هو مفيش رقص من غير مزيكا. هاتي 5 6 منهم، نقي المهمين بس. بقولك ايه؟ تحت امرك. عليك تستلمني رقاصة وترجعني رقاصة، والفلوس تسلمها لي في ايدي. فاهم ولا اقول كمان؟ من غير ما تقولي مفهوم. اتفضل. يلا. Thank you.
زي ما وعدتك بالظبط يا مدام. استلمتك رقاصه ورجعتك رقاصه. ما هو علشان كده لو هيحصل شغل تاني بيني وبينك مش هتناقش معاك ابدا. انا اصلا احب اللي يوعد وينفذ. وانا سعيد جدا بمعرفتك يا مدام سونيا. كانت ليله من اجمل ليالي العمر. اتفضلي. ايه ده؟ مش عيب تديني الفلوس في الشارع؟ وكمان ما يصحش نبقى واقفين قدام البيت من غير ما تطلع تشرب كاس معايا. لا هو في الحقيقة أنا هتقول عندي شغل الصبح بدري، مش مشكلة، ابقى انزل من عندي على الشغل. لا أصل يعني ما يعنيش ولا حاجة، في حاجات كتير لما الواحد يفكر فيها قبل ما يعملها بتبوظ ويبقى دمها تقيل. اركن كويس وانزل.